عندك سؤال ومتحير، بالك مشغول وتعبان، انا عندي الحل ما تفكر، اسألنا انت السؤال، راح نرد عليك والجواب بهديك، عالراس تبعنا عالفجر افهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات Ask FM. في هذه الحلقة عندنا بعض المواضيع الهامة التي سنتحدث عنها، لكن في البداية أحب أن أذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات بأرقام هواتفنا اللي ممكن التواصل من خلالها معنا على 26899992684 أو 19088 أو من خلال موقع وحسابنا على الأسك، موقع ask.fm/fajr.tv. يسعدنا وشرفنا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مداخلاتكم ملاحظاتكم، بعض المواضيع اللي بتحبوا تطرحوها في هذا البرنامج. في هذا البرنامج حقيقة منكم وإليكم، هذا البرنامج هو مشاركة جماعية من خلال أسئلة ترد والاستفسارات والمداخلات، حتى يمكن أن نعطي صورة ونحاول أن ننقل أفهامنا وأن نضع بصمتنا وأن نكون مساهمين في توجيه البوصلة باتجاه إيجابي من خلال مجتمعنا وسلوكياتنا ومحاولة أخذ بيد شبابنا لنعبر بهم إلى شط الأمان في هذه الدنيا وهذا الواقع الصعب الذي يعيشونه وهذه المآسي والابتلاءات والفتن التي تحيط بنا في كل جانب. بداية يعني أنا أحببت أن أبدأ كلامي في موضوع سئلت عنه في الحلقة الماضية وتحدثنا عنه قليلا، لكن حقيقة ونحن في هذا الصيف موسم الأعراس كثير من الناس يسألوا عن موضوع المهر، هذا الحديث الذي لا ينتهي، وإنه يعني دعوات كثيرة وإحداها أطلقتها يعني أنا من خلال هذا البرنامج إنه إحنا بحاجة إلى تخفيض المهر، وعلى طول الناس لما يتكلموا في الموضوع بتكلموا إنه أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة، وهذا الحديث الناس حافظينه، لكن المشكلة عند التطبيق. أنا بدي أقول اليوم شغلة مهمة كثير بالإضافة لموضوع المهر. حقيقة إحنا بحاجة إلى موضوع المهر أن يكون معتدل، وهو حق للمرأة ومن حقها أن تكتب المهر الذي تريده، والإسلام لم يحدد المهر، لكن إحنا بنقول أن لا يكون الأمر فيه مبالغة، وأن يكون المهر بما هو مقدور لحال الزوج، يعني العرف العام ما نرفع المهور، واثنين أن يكون في مقدور الزوجة ذاك، ويختلف من زوج إلى آخر، لكن في المعدل الأفضل هو تخفيض المهور، لأنه هذا يعطي انطباع كيف يمكن إحنا بنفكر وثقافتنا وفهمنا. أنا يعني المهم عندي يا أخواننا دائما من خلال يعني تعاملنا وتجربتنا وخلال المجتمع اللي احنا بنعيش فيه بنلاحظ ملاحظة كثير مهمة، انه احنا ليس المشكلة عندنا في المهر، يعني المهر سواء كتبوا 3000 ولا 4000 ولا 5000 بشكل عام الشاب بيكون مأقلم حاله على مثل هذا المهر، هذا بشكل عام، وخصوصا ممكن يصير اتفاق بين الشاب وأهل الزوجة أو الزوجة نفسها خطيبته لزوجته في المستقبل إن شاء الله عز وجل، إنه يكون هذا المهر ممكن يعني ما يدفعه كله في البداية، يتراعي وضعه وظرفه، لكن إحنا مشكلتنا في المفاهيم والأعراف والتقاليد اللي هي فيما دون المهر، في غير المهر، القاعات وما وتوابعها، الأعراس وتوابعها، ولائم الأعراس وتوابعها، المصاريف اللي تطلبها ام الزوج او ام الزوجة، وللأسف الشديد احنا دائما نتحدث انه بنوجه كلامنا لأهل الزوجة او أهل البنت، ايضا انا بدي اوجه كلامي من خلال هذه الشاشة ومن خلال هذا الأثير، أثير إذاعة اف ام، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، انه احنا بحاجة ايضا كلامي ايضا لأهل العريس، ان المشكلة الكبيرة انه مرات أهل العروس بكونوش يتطلبوا، لكن أهل العريس بدهم يكبروا بين الناس، بدهم يتفشخروا بين الناس، بدهم يجيبوا، فاحنا لازم يكون كذا وكذا وكذا، بيجي ابوه بيحكي واخوه بيحكي وعمه بيحكي وخاله بيحكي، لكن المشكله في الاخر بلف دورهم بروحه، وبكون المصيبه وين واقع على راس العريس اللي بده يتشلشل بالديون
وبعدين حياته بدها تكون فيها مشكلة كبيرة من خلال الديون اللي موجودة، وهذا ممكن يأثر على علاقته الزوجية. عشان هيك أنا بدي أقول إنه إحنا المشكلة عندنا هنا. يعني حقيقة أنا اللي من الأمور اللي من خلال المشاهدة بتلاقي أنا إنه الطلبات بتكون زيادة عن الحد. يا إخوة يا أخوات، احنا مش ضد ان الانسان يفرح، احنا بنعرف العرس هو فرحه للانسان، وبحب انه يطلع باحلى عرس وعلى فرحه، وانه مع الزمن بعيش فيه بتذكر هذا اليوم بقول لك يوم فرح، خليني اعمل اللي بنفسي انا، ما عندنا مشكله. واحنا مش ضد الناس يفرح، مش ضد البنت انها تفرح وتحاول تعيش تخلي يومها احلى يوم في هذا يوم زواجها، وكذلك الشاب. لكن انا بقول ان لا يكون الامور فيه اسراف، وان يكون على القد. والله انسان مليونير وحاب يعمل عرسه ب 10000 شيكل ما عندناش مشكله، ما دام بيخرج زكاه ماله وحقوق الله عز وجل. لكن انسان بلا مؤاخذه بقى دخله كله 2000 أو 3000 شيكل وروح يعمل تكاليف عرس ب 20-30 ألف شيكل، وبعدين يصير قصة الناس ويتداين وما عرفش يعيش وما عرفش يصرف حاله، هذه المشكلة الكبيرة. وأيضا احنا بدنا نرحم بعض في هذا الجانب. أنا لما احنا صار عندنا مشاكل، يعني احنا لسه الأمور قاعدة بتزيد يا أخوي أخوات، كنا أول شيء في قاعة عرس، الآن صار عندنا قاعات. أي عريس الآن يعني صار عندنا قاعات في هذه القضية، قاعة للعرس، قاعة قبلها الوداع، وقاعة بعدها للمباركة، ثلاث قاعات صار يعني العريس يحجز، وهذه مشكلة، وهذه أصلا أمر يعني خطير جدا، وأمر يزيد التكاليف. الزوج عنده القدرة ما في مشكلة، لكن القضية هذه يعني قضية حساسة. إن شاء الله عز وجل إحنا لأنه موعد الأذان نخرج للاستماع للأذان والترديد معه، ثم نعود إن شاء الله عز وجل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى في هذه الحلقة من حلقات Ask FM التي تأتيكم من خلال شاشة تلفزيون فجر الجديد ومن خلال أثير إذاعة فجر FM. أذكر مرة أخرى بأرقام هواتف البرنامج 268-49-268-9999 أو 1-988-19-088 أو من خلال موقعنا على حساب الأسك على موقع ask.fm/fajr-tv. هذا يعني ممكن التواصل معنا من خلال هذا الكلام. أنا يعني أوجز كلامي فيما كنت أقوله، أنه يعني إحنا بحاجة أن نرحم بعض في موضوع إخوة متعلقات العرس. وإحنا دائما بقول أنه كل إنسان على قد الحافك مد رجلك، يكون فرحته بمقدار ما يستطيع أن ينفق، لكن أن يكلف نفسه الديون الكثيرة. وإحنا برضو بنوجه حديثنا، لأنه اللي دعاني لمثل هذا الكلام يا إخوة، يعني قبل فترة أنا يعني بسمع عن إحدى البنات، ربنا عز وجل يبارك لها وبارك لزوجها ووفقهم مع بعض، لكن هذه الملاحظة لابد أن تقال. يعني استغربت جدا أنه عاملة في قاعة رسمية كبيرة حفلة وداع، فقلنا ماشي، يعني عادة بتصير العرف لما يبقوا أهل البلد بتطلعوش معها، بيكون عرسها في برا البلد، فبتعمل حفلة بتودع فيها قرايبها وأصحابها وصحباتها في البلد، وبتروح بتعمل عرس عند أهل العريس. لكن لما يكون هي من نفس البلد والعريس من نفس البلد، فبروح بكلفوا العريس، بيعمل أول إشي حفلة في حفلة وداع، بعدين بصير عندنا حفلة عرس، بعدها بأكم من يوم حاجز برضو قاعة كبيرة بحفلة عرس، وبعدها أكيد راح تعمل قاعة للمباركة. طب لإيش هذا الكلام؟ يعني أنا بعمل ثلاث حفلات لإيش؟ وبجوز العريس نفس القضية بيعمل له ثلاث أربع حفلات. هذه إخوة تكاليف فوق الموضوع، وخصوصا إني يعني مثل هذا العريس، يعني عريس لا يملك حتى بعض المصاريف. يعني مش إن تكون عريس غني فهي عاملة ثلاث حفلات في ثلاث قاعات ما في مشكلة، لكن هو متداين ومش عارف إنه يدبر، وكان يحاول يتداين من هون ومن هون. إذا إحنا هذه مشكلة، من يتحمل مثل هذا العريس؟ وبكرة الضغط النفسي والضغط الاجتماعي، وهذا سينعكس على علاقته مع زوجته، وسيشعر انه هي بطلباتها هي واهلها هي اللي هو سببت هذا الموضوع. احنا المشكلة يا اخوة، وخليني اكون صريح معكم، انه احنا دائما عندنا انفصام وعندنا بعد ما بين التنظير اللي بنحكيه وعن الناحية العملية. لما تقعد مع الناس بيحكوا بالوساع، التخفيف عن الازواج، ولازم الناس تخفف المهور، لازم التكاليف، ولا ايش هيك وحرام هيك وشو هالمصاريف كلها. لكن مجرد ما اجا بنتي بدها تخطب ولا بدها تتجوز، الامر بيختلف، بصير الطلبات تنزل، ولازم كذا فستان، ولازم كذا كسوة، ولازم كذا قاعة، ولازم مش عارف كذا، ولازم هذه كلها الامور اللي احنا بدناش اياها. لذلك احنا بدنا نرحم شبابنا. لانه انا اليوم جاني سؤال، بقول شاب بقول انه يا شيخ احنا بنحكي عن حكم الزواج. حكم الزواج هو بيسأل الشاب كالآتي، بقول حكم الزواج لمن خشي على نفسه الفتنة وخشي ان يوقع في الزنا، يصبح الزواج في حقه واجب، وهذا حقيقة في الشريعة. يعني الذي يشعر أنه سيقع في الزنا وهو يملك أن يتزوج، عليه أن يتزوج، ويجب عليه الزواج خشية أن يقع في الزنا.
بقول لكن في نفس الوقت انه الذي سيظلم زوجته ولا يستطيع ان ينفق عليها ماديا هذا يصبح يعني يمكن ان يظلم يصبح الزواج في حقه حرام برضه. صحيح من يظلم زوجته يعني هو بيعرف حاله بقدرش يتعاشر مع النسوان وسيظلمها وكذا ولا يستطيع ان ينفق عليها يمكن ان يكون في حب. لكن قال ماذا اصنع اذا كان واحد عنده التنتين؟ يعني هو يخشى ان يوقع في الزنا واثنين لا يملك موضوع الزواج. احنا وصلنا شبابنا لهون يا اخوه يا اخوات انا بترجاكم نفكر في الموضوع صح. احنا مشكلتنا قاعد الحرام بين الناس بين الشباب سهل ورخيص والحرام والحلال قاعدين بنغليه وبصير صعب. الشاب لما بده يفكر يتزوج بده يجيب بده يحوش وبده ينفق وبده بده بده صار عمره 30 و32 و33 سنه مش عارف لهم لك وظيفه مناسبه ولا هو عارف يجمع كل هالتكاليف لانه لما بفكر بالعروس بفكرش ب1000 و2000 و3000 و5000 دينار قاعد بفكر ب10 ب15000 دينار ما بقدم على هذه القضيه الا هيك. طب هذا وين يروح؟ بصير يفكر الزواج عليه صعب ما بتوجه للزواج على طول مع الطاقة الموجودة عنده في داخله والثورة الجسدية وما شابه ذلك فبتصير عنده والحرام مفتوح الفيس والنت والصحبة والصداقة والعلاقات والزنا والمش عارف إيش وهذا رخيص وسهل بين الناس الحصول عليه فبتلاقي قسم كبير من شبابنا ممكن إنه يخطئ وتوجه بهذا الكلام. إذا إحنا من يتحمل هذه المسؤولية؟ عشان هيك أنا بقول فلنرحم شبابنا في هذا الوضع ويا ريت كل واحد فينا يشعر بالمسؤولية وبادر من جونه من عنده من نفسه يبدأ بهذا البدء وبهذه القضية والقضية أمانة في عنكنا جميعا. نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك إن شاء الله. بدي أسألك أنا حامل. تفضل. واتكتلت أنا وجوزي. نعم. أول شيء طلقني قال أنت طالق بالثلاث وبالليل رد عادها انت طالق بالثلاث فانا بدي اعرف انه انا هسه محرم عليه. طيب انت حامل ايوه انتو من منطقتنا من هو من حافظة الكريم؟ طيب انت من نفس المدينة ولا من القرى؟ لا من القرى. طيب زوجك بسمعنا ولا لا؟ لا لا لا. طيب يعني قصدي انا بدي اوجه الكلام اله يعني قصدي انا لانه هذه القضيه بحاجه الى ان يقرر فيها المفتي. يعني احنا بنحكي انه الانسان اذا طلق زوجته وهي حامل فيه خلاف بين العلماء انه هل يعتبر طلاقه ولا لا. اذا كرر طلاقه مرتين في اثناء الحمل هل يعتبر ولا لا يعتبر؟ يعني الطلاق مرتين في اثناء العده. انا ما بدي احكي قضيه فقهيه لانه في النهايه القضيه الفقهيه في هذه مش هي اللي بتفيدنا، اللي بتفيدنا القضيه القضائيه مع المفتي. بدي بعد اذنك. هو يعني حكى انا من محو ارادتي ما كنتش معصب. انا هذا قصدي، انا ليش انا بدي اقول دائما في قضايا احنا يعني في عنا شبه توافق بين الائمه والمشايخ في هذا المجال انه ما نفتي في هيك قضايا تفصيليه بحيث انه بنودي الزوج على المفتي بسمع منه بدي اسأله كيف كان حاله وكيف كان قصده وشو قصده في الكلام وشو تكلم بالضبط وشو حالته اللي تكلم فيها وقديش مدى العصبية اللي عنده. كل هذه ظروف تتحكم في الحكم والفتوى لانه انا ما بدي احكي فتوى عامة انه اذا شخص طلق كذا فانا بعطي فتوى. هذه القضية يعني اللي احنا بدنا اياها. احنا في موضوع الطلاق يا اخوة اي واحد بتلفظ بلفظ طلاق يمين طلاق كذا على طول يتوجه لاخونا فضيلة الشيخ عمار بدوي مفتي محافظة الكريم وبطرح عليه الصورة لانه كل صورة عن صورة ممكن تفرق درجة العصبية شو قصد بالكلام طبيعة اللفظ اللي بتلفظه شو تلفظه الوقت اللي تلفظ فيه الآلية تلفظ فيها كل هذه كل واحدة ممكن أن تغير الفتوى. لذلك لا يمكن أن نعطي فتوى في موضوع الطلاق من خلال شاشة التلفزيون أو الإذاعة في, في, في شغلة معينة. لكن سؤالنا سؤال عام في الطلاق يمكن أن نجيب عليه لكن في حادثة معينة صعب الموضوع أن يتكلم فيه. يعني مثل هذه يطلقها مرتين هل المرة الثانية نيته تأكيد الأولى ولا هو طلاق جديد؟ هذا بده سؤال حتى الواحد يستطيع انه يعني يعطي فيه فتوى. احنا ناخذ يعني بعض الاسئله. انا هون وردني سؤال على حساب الاسك اف ام الفجر الجديد سؤال سريع وفي سؤال اكبر منه ويعني احنا بناخذ السؤال السريع. السلام عليكم، هل يجوز الاضحيه والشخص عليه دين ام ليس لها علاقه؟ احنا بقول الاصل انه الانسان لا يضحي الا بماله. اذا عليه دين وأراد أن يضحي ننظر إذا كان الدين مجدول يعني واحد مطلع فيه شكات وقادر يسده والأمور ميسرة عنده ودخله مناسب وحب يضحي هذا لا مانع منه. أنا ما أقول أنه يشترط أن لا يكون عليه دين، لكن إذا كان والله هو متحمل وديونه مش قادر يسدها ومش عارف والديون طويلة لا الأفضل والأحسن بدل ما يروح يضحي هذه الأضحية إذا عن نفسه أن يسد بها دين الناس فهو هو المطلوب. يعني لا يجعل عليه لأنه سداد الدين أولى من
الأضحية، اللي إذا قلت مثلا واحد مشتري تلاجة بالتقسيط، مشتري له شغلة بالتقسيط، فهو عنده قدرة أنه عارف مطلع فيه شكات وكذا وحب يضحي، هذا يعني لا مانع منه ولا يؤثر في الأضحية. لكن غير ذلك إنسان عليه دين، الأصل أن يسد الدين قبل أن يضحي. سؤال حقيقة، وياريت أنا يعني بدي أقرأ بالنص، وبدي الآباء والأمهات يسمعوني جيدا، وبدي البنات يسمعوني جيدا، والبيوت، لأنه هذه قصة تتكرر في كثير من الحالات، وهذه قصة احنا بحاجة نفتح عينينا عليها. اسمعوا هذه القصة، بنت بتحكي عن حالها بعد ما حضرت معنا حلقة من الحلقات اللي تكلمنا فيها عن العلاقات وكيف ممكن تكون وكيف غضب ربنا سبحانه وتعالى بين الشاب والفتاة. هذه البنت بتقول: أنا بنت هلأ بدي أصير توجيهي وعلمي، وأنا والله والله بآمن بربنا وكتير. هاي البنت يعني هسه توجيهي، بنحكي عن عمرها 17 سنة، بس بتقول هي: أنا بؤمن بربنا كتير، بس بحكي مع شباب كتير، وبعتت صوري يمكن ل14 واحد، وأنا متحجبة وبعتت لهم إياها وأنا مو لابس حجاب. يعني البنت تلبس إشار لكن بتحكي على الفيس وبتحكي على النت وبتحكي مع 14 شاب وبعتت لهم، يعني كانوا يطلبوا منها صور، في بعض الأحيان تبعت صورها وهي مش لابسة الحجاب، وحكيت معهم على سكايب وحكينا حكي استغفر الله يا رب سامحني، وأنا خايفة هلأ، وبعد ما سمعت اليوم شو حكيت، هذا يعني من الأسبوع الماضي هذا السؤال بعد ما خلصنا اللقاء، وبعد ما سمعت اليوم شو حكيت جد ندمت والله. طبعا هي ما بتصلي، بتقول: جد ندماني والله، قررت أعطل وألغي كل شيء، كنت أحكي منهم مع الشباب وخايفة أهلي يعرفوا، ومتوترة ومو عارفة ليه هيك عملت، والله ندمان يا رب، تبت والله ومو عارفة شو أعمل، خايفة ومو عارفة شو أعمل، هلأ ربنا راح يسامحني ولا لأ؟ والله ما بعرف شيء، ما بعرف، خايفة بس ربنا راح يسامحني صح، لأني تبت والله تبت. أنا قريت بالنص هذه البنت شو كتبت وشو أرسلت، ولاحظوا يا إخوة، وبدنا نوقف شوي عند هذا السؤال، وياريت أنا يعني اللي بسمعونا من الآباء ومن الأمهات يسمعوني جيدا، واسمعوني بنفسية اللي بده يفهم وبده يقرر وبده يدير باله على أولادته. مش أنا بدي أسمع أنه هذه المشكلة عند جيراننا ولا عند واحد غريب ولا بنت بعتت السؤال، لأنه ممكن يكون صاحبة السؤال بنتي أو 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 بنتك أو بنتها أو بنت فلان أو بنت علان، وإحنا مشكلتنا دائما أنه الثقة الزايدة أو عدم الانتباه والحذر. أنا بقول دائما أن نظن بأولادنا وبناتنا خير، وثقتنا فيهم عالية، وهم أحسن وأشرف من الشرف زي ما بقولوا، أحسن ناس وأحسن أولاد وأحسن بنات، وبيعملوش إشي زي هيك، لكن هذا كله يا إخوة يا أخوات ما بيمنع أن نأخذ الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر، هذا هكذا يقول المثل. والإنسان فينا بلاش يكون المي من تحته مش داري، والله العظيم في قصص كتير بعرفها بتكون، يعني أنا في سؤال كان عندي بجوز نذكره كمان شوي، إنه حتى بتقول بنت أنا بين عيلة معروفة وممكن يكون أهلها ملتزمين، وهي بنت بتصلي ملتزمة ومحترمة بشكل عام، لكن بتخطأ وبتضعف وبصير عندها بعض الضعف، فبتغلط وممكن تستمر في الغلط وتستمر الغلط، وما في حدا بوجهها، لا في أب منتبه ولا في أم بتتابع ولا في توجيه عام في هذه القضية، محاضنة التربوية بعيدة. فهذه البنت تخيل لما هي الآن 17 سنة وبتقول أنا حكيت مع 14، إذا من أنت كان تحكي هي من سنة أو من سنتين، يعني كان عمرها 15 سنة، فتخيلوا هذا الموضوع لما البنت توصل هالمرحلة وهي مش فاهمة القصة، هي في فترة مراهقة في فترة بلوغ، هذه القضية بصير تأخذ منها جانب من تفكيرها ومن إحساسها، لكن الأب والأم ما بيشعروا لأن فكروها لساتها البنت الصغيرة، لكن هي تغيير الهرمون اللي بصير عندها وتغيير في التفكير والاتجاه نحو الجنس الآخر والاتجاه نحو الشباب. ولاحظوا حتى الخلل في العواطف والتوجيه، إنه هي كانت تحكي حاكي مع 14 شاب، ومع 14 مودي باقي يحكوا كلام يعني لا يليق، واستغفر الله على حد وصفها، وكانت هذه البنت بهذا التوجه. لاحظوا كيف ان ال14 مودي صور، يعني ما حتى التفكير عنده كان مغيب، مودي صور ال14 الواحد، ممكن واحد منهم يكون يعني قليل حياة او يكون لا يتقي الله عز وجل ويكون بده يستغلها، ممكن ينشر هذه الصور ويفضحها في طريقة او بأخرى، او يبتزها ماديا او يبتزها جسديا او يبتزها في انه يستمر مثل هذه العلاقة، اذا بتحكيش معي بودي صورك، اذا بتجيش تقابليني بودي صورك. وهذه قصص كثير صارت. عشان هيك انا بدي اوجه كلامي اولا للاباء والامهات، مشان الله ديروا بالكم على اولادكم، على
بناتكم، بدنا ندير بالنا على اولادنا وبناتنا وخصوصا في هذا السن، بدنا عينين مفتحات، بدنا نراقب وين بروحوا وين بيجوا مع مين ومين اصحابهم، لما يقعدوا على الفيس وعلى النت وعلى الكمبيوتر شو بيعملوا مع مين بيحكوا. هذه البنت لما تكون 15 16 سنه على الفيس وعلى سكايب وحاكي معهم وبعت لهم صور، اذا وين الاب وين الام وين وين المتابعه وين وين التوجيه؟ هذه قضيه مصيبه. وبالاخر بنصير نقول لما البنت هذه البنت لا سمح الله اذا اهلها عرفوا بدها تصير فضوحها، ممكن ابوها يكون حمش ويجي يقتلها. طيب ولا ليش؟ اذا انا بدشر القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، احنا بنزت شبابنا بنزت اولادنا بنزت بناتنا بدون رقيب وبدون حسيب وبدون متابعه، وبنحط لهم كل الامكانيات من الفيس والانترنت والموبايل والكمبيوتر بين ايديهم وبشكل بحيث بيقدروا يتواصلوا فيه سريا بدون ما نعرف شو بيعملوا، بنتبع لهم مش، وبالاخر اذا غلطوا بنرفع السيف وبدنا نقطعه وبدنا نقتله وبدنا نعمل وبنعمل اسلام. مش هيك القضيه. انا ارى اول من يجب ان يعاقب في مثل هذه الحالات هو الاب والام اذا قصروا، لانه احنا لما نقصر باولادنا هذه المشكله بدها تصير. هذه البنت شو ذنبها لما 15 و16 سنه توقع فريسه لبعض الشباب يستغلوها في مثل هذه العلاقات؟ وممكن واحد يقول لا هم الشباب وقعوا فريستها، هاي بنت صغيره لا تفكر، هاي تتجه باتجاه شو بكلها جسدها شو بكلها تفكيرها البسيط المتواضع في مثل هذه الحاله، خلص عندها بصير عندها حاجه داخليه ذاتيه للحديث مع 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 الطرف الاخر او مع الجنس الاخر هم الشباب، فبتلاقيها بتتوجه بيستغلوها بعض الكلمات بعض التوجيهات وبرجعوا باخذوا الصور وبعتي لي صورتك وبدي صورتك وكذا، وبصير الكلام هذا الكلام الخطير. هي البنت، فالاباء والامهات بدنا ننتبه هذا الموضوع. ما حدا يقول انا بنتي بتعمل الشيك، بنتك بتعمل الشيك بس دير بالك حتى لا توقع في المستقبل، خليك مشعرها انك انت مراقبها ومتبع لها وبتدور وراها حتى ما تضعفش في لحظه من اللحظات. بعدين احنا بحاجه نفتح صراحه بيننا وبين اولادنا، ما نشعرهم مش انه القضيه فيها حياه وموت، لا انه الاصل انا بثق فيك لكن اذا غلطتي ولو بشعرات تعكلي لي في الاول، لانه هيك انت في البدايه بتعالج. لكن هذه البنت الان ندمانه، لو في علاقه صراحه بينه وبين اهلها ممكن يتحملوها ويستوعبوها، بتروح عند اهلها عند ابوها وعند امه. وانا بنصح البنت تقول هيك مهما كانت النتائج، تروح تقول ماما انا غلطت 1 2 3 4 10 وندمان كثير وبدي اتوب وكذا وكذا وكذا. ليش؟ لانه ممكن واحد من ال14 بكره يستغلها، اذا ما حكيتيش معي بدي ابعت صورك، اذا ما عملتيش معي بدي ابعت صورك، اذا ما طلعتيش معي بدي ابعت صورك، وممكن يستغلها في هذا الموضوع. هذا كلام خطير، لذلك احنا بدنا نوجه كلامنا هون. اثنين، انا بدي اوجه كلامي للبنت واللي زيها. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله عز وجل هو الذي يقبل التوبه عن عباده، الله عز وجل يعفو عن السيئات، الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، الله سبحانه وتعالى يفرح لتوبتنا يفرح لرجعتنا، الله سبحانه وتعالى بمجرد توبتنا واستغفارنا يبدل سيئاتنا إلى حسنات ويمحو كل سيئاتنا. التوبة تجب ما قبلها، بنطلع نضاف بس بتوبة صادقة إني أندم على اللي عملته وإني أترك اللي بعمله، مش أظني أتواصل وأقول توبت. ثلاث، إني يكون عندي عزيمة وقرار إني ما أرجع إله تماما. حققوا هذول الثلاث شروط. طبعا إذا في حقوق للعباد بدي أرجعها هاي حق رابع، لكن أهم شيء الثلاث الأولى إذا كانت في حق الله، إني أندم وإني أترك المعصية وإني يكون عندي قرار نهائي إني ما أرجع لها. إذا هذول الثلاثة كان في كانك عندك أختي الكريمة، وأنا كلامي لكل الشباب، الله عز وجل يقبل التوبة تكون توبة نصوح، الله يغفر فيها كل الذنوب. فهذه الأخت حقيقة خايفة وأنا بقول لها ربنا عز وجل بهذا الخوف هذه التوبة راح يسامحك، لكن بلزم الاستقامة على التوبة، ما ترجعي تحت أي ضغط وتحت أي ظرف وتحت أي تهديد، ما ترجعي لهذا الموضوع، لأنه الخطر في الرجوع والاستسلام لأي ابتزاز أو ضغط ممكن يؤثر ويؤدي إلى مصيبة أكبر بكثير مما أنت فيه. الأمر الثاني، أنا بنصح الاستقامة، هي بتكون ما بصلي، موضوع الصلاة والعلاقة مع الله والإكثار من الحسنات وفعل الخيرات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. أنا بتمنى إن يكون كلامي وصل إلى قلوب وعقول آبائنا وأمهاتنا وشبابنا. ولاحظوا يعني كيف الأخوات اللي ممكن يعني يأخذوا مثل هذا الموضوع للتسلية، أو الشباب اللي بيستغلوا، لاحظوا مثل هيك، هاي البنت تسأل أنا ندماني وخايف كتير إنه أهلها يعرفوا. بكرة أنت لما يستغلك شاب بيستغل عواطفك، ومرات في بعض القصص بتلاقي البنت بتكون خلص تعلقت عاطفيا بشاب، فإيش ما بطلب منها بتبعت له، وممكن يكون في كاميرا والتواصل وبشوفوا بعض على النت وكذا، بغض النظر عن الآلية. يعني مرات المناظر بتكون حقيقة يعني لا تقبل إطلاقا ولا يتصورها عقل ولا مجتمع ولا عرف ولا عادة. وفي الآخر بتبين انه هو بروح بخطب غيرها، او هي بتحاول تقطع العلاقة بتشوف انه هو مش مزبوط او بدها تتوب، فبتلاقيه بيستغلها، وقصص كثير من الاستغلال. فعشان هيك خلينا نحافظ على حالنا، ندير بالنا على 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 حالنا وعلى عرضنا وعلى سمعتنا وعلى تفكيرنا وعلى سلوكنا، وهذا من اهم الامور اللي احنا بحاجة الها. ناخذ كمان عندنا
سؤال بيقول اللي بوخد شيخ، شو حكم تسليم الرجل على المرأة؟ وهناك من يقول بمبايعة الرسول للنساء كانت بالتسليم، هل هذا صحيح؟ هذا السؤال يعني كثير بورد عن الناس، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع النساء، هو النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء، لكن في حديث ثاني احنا ما بزبط نقد حديث وندشر حديث بحيث نفهمه زي ما بدنا، لا، الأحاديث بمجموعة هي اللي بتعطينا الفهم الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال بايع النساء، حتى في حديث فقبضت امرأة يدها لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهن الأمور تبين عليه، ألا يسرقنا ولا يزنينا وشركنا بالله شيئا وكذا، الأمور البيعة، قال فقبضت امرأة يدها، فبعض العلماء قالوا ها باقي مد إذا بدها تسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حكى هي قبضت إذا ما سلمت. لكن في حديث آخر بقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول إني لا أصافح النساء. طب كيف أنا بدي أقول إني لا أصافح النساء وكان بعته حلا بقول سلم؟ لا، فكيف نفهم؟ قال العلماء إنه فقبضت امرأة يدها أو البيعة، كان العرب من عادتهم حتى تتم البيعة لابد من الصفقة، قال ليش يسمونها صفقة؟ قال فكان يصفق الكفين اللي هي كناية عن 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 المصافحة، فكانت حتى تتم البيعة أو يتم العقد أو تتم الصفقة كان لابد من المصافحة. فإجراء لهذا العرف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون هناك شيء يؤكد موضوع البيعة، فكانت النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيمد يده والنساء تمد يده لكن دون ملامسة، من بعيد وهو من بعيد، فالإشارة في اليد كانت هي كناية عن البيعة الموجودة. فهي المرأة لما كانت رافعة إيدها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أراد أن يأخذ البيعة فقبضت يدها، لكن مش مقصود الصافح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لا أصافح النساء، فكيف لا أصافح النساء هو نصافح النساء؟ إذا لا يمكن أن نتصور هذا الجمع بين الحديث بهذه الطريقة. هو لا شك أن الموضوع خلافي بين العلماء، لكن أنا مع الرأي الذي يقول بعدم جواز المصافحة، لأنه في حديث هو يعني يمكن الاستدلال به، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تمس له لا تحل له. فعشان هيك احنا بنقول هذا حديث موضوع المس موضوع اللي هو المصافحة، لأنه لا يمكن أخذ المس هنا على موضوع الزنا، لأنه موضوع المخيط يعني إبري، واحد يعني ينغز إبر براسه أخف من أنه راح يصافح امرأة. ليش هذا الكلام بنقوله؟ أيضا يا إخوة ويا أخوات الناحية العملية لها دور كبير. البعض بسأل بقول أنا بصافح لكن أنا نيتي سليمة والله ما بشعر بشيء، أنا ما بدخل القلوب، الله عز وجل لما ينزل الحكم الشرعي ما بنزله بقول للقلوب اطلع فنيجي احنا بين الناس نقدر لما أنا أصافح أسأل شو يعني أنا أطلع على قلبي ولا أطلع على قلبي اللي بصافحها، أو لما البنت تيجي تصافح واحد هذا فلان قلبه مليح بصافحه فلان قلبه مش مليح بصافحه، لا نطلع على القلوب، فكيف يمكن أن نعرف؟ وإذا أنا ضمنت حالي كيف أضمن الطرف الآخر؟ وإذا ضمنت حالي هسه كيف ممكن أضمن حالي بعد شوي؟ أو كيف ممكن هو أضمنه بعد شوي؟ بعدين كيف أضمن حتى لو ضمن حالي أنا اللي سلمت عليه كيف بضمن الآخرين؟ والمشكلة فينا يا إخواننا مرات نضمن لكن ما تخفي الصدور هذه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يدرك إنه عند المصافحة التسليم. وحقيقة من الناحية الطبية إنه ومن ناحية العلمية والسيكولوجية الإنسان وطبيعته بتأدي أنه دائما العواطف وتحريكها والهرمونات التي تؤدي إلى إشعال الغرائز وتؤدي إلى الراحة والانبساط النفسي عند الإنسان بدها إيش بنسميه محفزات حسية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غض البصر حتى ما تتطورش العلاقة وما يصيرش عندي محفز، لأنه النظر يستدعي أنه الإعجاب وبحقق شيء حلو للنفس وشيء مريح للنفس، الإنسان يستزيد منه دائما. المصافحة ومس البشرة بين الرجل والمرأة أيضا يؤدي إلى مثل هذا الكلام، وهذا لذلك إحنا بنمنعه. ما الحاجة لما يكون الأمر عرف مجتمعي؟ واحد بيقول أنا بخجل، لا ما في خجل، أنا من الناس وأنا صغير لما كنت قررت أني أبطل أصافح كنت لما أدخل في الأول صح بعض الناس إيه ليش ما تصافح حرجت فلاني حرجت علاني وهيك، لا لما صرت أمدي إذا أحط إيدي هون صار الآخرين تفهموا، وكان هذا أيضا محط يعني احترام الناس لأنه صرت أشعر أنه أنا أعطيت صورة لإنسان ملتزم في مثل هذه القضية. فأنا بقول على موضوع المصافحة إحنا بدنا أنا مع الرأي الذي يقول بالمنع ولا يجوز، وإنه هذا الحديث ليس في مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء لكن دون أن تصافح دون أن يسلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المأمون من جانبه ونيته أكيد صافي ويستحيل أن يتحرك باتجاه امرأة يصافحها لم يصافح، قال إني لا أصافح النساء، فكيف إحنا اللي إحنا يعني بشر معرضين للخطأ والمعصية وكذا؟ فيمكن أن يكون هذا الأمر فتح لباب عظيم من الأمور الغير صحيحة. سؤال آخر بقول
شيخ عمار، ما رأيك بمن يقول بأن الجلباب الملون زينة في ذاته؟ لا أقصد الألوان الفاقعة، بل أتحدث عن الألوان العادية كالأخضر والخمر وغيره، أفدني رجاء. طيب، هذا الكلام يعني أو هذا السؤال بده يقودنا لموضوع الحجاب، موضوع اللباس الشرعي، واللي احنا ممكن يعني نفصل فيه دائما. اسمعوني مليح يا اخوان، المطلوب من المرأة أن تلبس أو أن تلتزم باللباس الشرعي، وليس المطلوب أن تلتزم بالجلباب. هذا نص يعني يجب أن نفهمه. لكن أنا اللي بدي أقوله إنه إحنا عندنا في اللباس الشرعي في شروط 1 2 3 4 5 6، إذا تطبقن على أي نوع من اللباس بقول هذا لباس شرعي، وإذا ما تطبق على أي نوع من اللباس بقول هذا لباس غير شرعي. لذلك في أنواع من الجلابيب شرعية، في أنواع من الجلابيب غير شرعية. خلينا نأخذ بشكل سريع، أولا أن يكون ساتر للعورة، وهذا اللي الناس بفهموه من الحجاب، بس ما بفهم من الحجاب واللباس الشرعي إلا أنه ساتر للعورة. هذا أول شرط، لكن لو ليس الشرط الوحيد، بحيث يجب أن يكون ساتر لجميع أجساد المرأة، فلا يرى منها إلا كفيها ووجهها. هذا المطلوب. لكن طبعا الخلاف في موضوع الوجه، لكن أنا شخصيا أرى أميل للرأي اللي بقول أنه الوجه ليس بعورة. فإذا قلنا أنه هذه المرأة سترت، يعني المفروض إذا أرادت أن تخرج عليها أن تستر كامل جسدها إلا وجهها وكفيها. غير هيك مش لباس شرعي. إحنا اللي بنشوفه الآن في الشوارع مشكلة وطامة كبيرة حتى في هذا، يعني الشروط الثانية كانت يعني ممكن أن تنتقد، الآن حتى هذا الشرط صار ينتقد. الشرط الثاني أن يكون اللباس فضفاض، يعني أن لا يجسم ولا يجسد، لا يظهر تفاصيل الجسد، ما يكون دياك، يعني كل إشي مفصل في تحته. هذه قضية مهمة. القضية الثالثة أن يكون سميكا بحيث لا يشف، يعني ما بكون بخايل، يعني تكون لابسة بلا مؤاخذة مرات بعض العبي اللي بكون ملبوسة أو بعض النوع الفساتين أو كذا بكون بخايل فيرى ما تحته، وهذه قضية أيضا مهمة. الأمر الرابع أن يجري من شروطه أن يجري بمجرى عرف الناس، وأن لا يدل على هيئة خاصة، يعني بحيث أنه يكون اللون دارج. هذا المطلوب، أن يكون اللون، لون اللباس دارج، طبيعة اللباس وشكله دارج في المجتمع. يعني ما بزبط تكون المرأة، يعني لما يبقى في السوق في عندنا 100 مرأة ماشية أو 150 مرأة أو 200 مرأة ماشية، بتلاقي لما يكون لباسهم في النوع الدارج ما حدا بينتبه، لكن واحدة منهم تلبس لون مختلف لا يدرج بين الناس ولون فاقع فبتميز، فهذه يستجلب نظر الناس إلها وبتكون متميزة بين الناس، وهذه مشكلة. فعشان هيك احنا بنقول دائما الألوان الفاقعة وبعض الألوان لا تلبسها، لأنه هذه تستجلب النظر وبتكون يعني يخشى عليها فتؤذى من خلال النظرات، من خلال الكلمات، من خلال المتابعة، من خلال التميز اللي هي فيه. فإحنا بنقول هون، لكن مشكلة إحنا الآن تيجي على الواحد بيقول لك أنا الحمد لله بنتي محجبة، تيجي على البنت تقول والله الحمد لله بنتي مديني متحجبة، وطلع على الحجاب. مع احترامي للجميع يا أخوة إخوات، أنا بعرف إنه قسم منه بيكون ناس بيعرفوا بيحرفوا، لكن برضو في ناس يعني بيكون في جهل بظن إنه هذا هو الشرع. لا، ما بزبط. أنا البنت الأختنا الكريمة اللي تطلع لابسة بنطلون وحاطة على راسها شالي والبنطلون بيكون دياك على الآخر وبجوز إمها وخواتها بسعداتها فيه، هذا مشكلة، مشكلة كبيرة، هذا مش لباس شرعي. يعني واحدة بلا مؤاخذة، واحدة لابسة فستان فضفاض ومش حاطة على راسها أهون بمليون مرة من واحدة لابسة بالطلون ضياق على الآخر وحاطة على راسها. هو القضية هو الدين بس بموضوع الشعر؟ لا طبعا، الثنتين غلط، يعني اللي بتلبس فضفاض ومش حاطة على راسها غلط، واللي بتلبس بنطلون غلط، لكن أنا بقول إشي أخف، يعني إشي أصعب من إشي. إحنا المشكلة بتلاقيها زي ما قلنا بخايل اللباس او كذا. ايضا صار المشكله عندها في اظهار بعض المفاتي الموجوده، بتلاقي الاخت حاطه هالاشارب ومطلعت لي خصله من تحته. ليش؟ ليش هذا الموضوع؟ هي القضيه بس ديكور وماشي، ولا صار عرف وخلص وموضه حط هالاشارب على الراس، ولا عشان ناخذ السمعه نقول والله فلانه محجبه ومديني بجوز لك لا بتصلي ولا ما يحزنون في الموضوع، لكن هي خلص عرف ودارج وروحنا. ما هذه مشكله كبيره لما تلاقي الاخت مطلعت لها او العادي يكون حطت ربطت هالاشارب ربط واطلعت لي ذنيها او مطلعت لي الحلق من تحت الاشارب وركبتها مبينه وشو لابسه بركبتها من 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 عقد وكذا مبين. هذا كلام لا يجوز. او لابسه
بلوزي او كذا ورافع لعند المرفق ايديها كلها سواعد هاي مبينه وماشي في الشارع، هذا ايضا لا يجوز. يعني حتى من الطوام يعني من الامور الطامه اللي احنا بنلاقيها بمجتمعاتنا بظن اللباس شرعي، يعني بتلاقي الاخت ماشيه ولابسه فستان قصير او لابسه بنطلون قصير وحاطه اشرب، يعني وين العقل بده يستقبل اي شرع هذا واي دين؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا القضيه. ويا اخوه لا يوجد عباده كعباده الحجاب. انا بدي اوجه كلامي لاخواتنا، تخيلوا انا انسان كرجل لما بدي اكثر عباده بدي اعملها شو؟ بدي اصوم، ممكن يعني تاخذ لها الصيام 16 17 18 ساعه بالصيف، باخذ اجر طول ما انا صايم. لكن الاخت المحجبه هي في عباده طول ما هي طاعه هي حجابه، هذا الامر غير متاح يعني للرجال كثيرا. لكن المراه لما فالامور تسير بصعوبه، ما هو الحل؟ ناخذ قبل ما نجيب على هذا السؤال ناخذ الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويخليك، اكثر من امثالك. الله يرضى عليك. عندي اقتراح من خلال برنامجك الديني. تفضل. انه ندعو ان يكون في المدرسه وقت ومكان مخصص لصلاه الظهر حتى يشجع الطلاب على الصلاه. لانه اغلب الطلاب ما بيصلوا. الله يرضى عليك. ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك، انا اشكر يعني هذا الشاب اللي تكلم، هذا طالب الظاهر في المدرسة، من واضح من صوته انه يعني مش كبير كثير، لكن طلع الحرص على مثل هذه الصلاة. وانا بشوف انه طلع مثل هذا التوجيه. لو كان في عندنا قرار وزاري يعني ما المانع منه انه احنا بدنا نعطي فترة ربع ساعة للصلاة، توضوا وصلوا من ضمن الفرصة ونزيد، وخلي الطلاب يتأخرهم ربع ساعة في الترويح، ما هي مشكلة. إذا كان هذا طبعا احنا وانت بنقول في التوقيت الشتوي بتكون الصلاة 11:30 فممكن يصلوا. هذه الفكرة لحالها، مش أنا لأنه بس بدي أصلي، صح هو ممكن بس يروح يصلي، اللي بقول اللي بده يصلي بس يروح يصلي، لكن لا، لما يكون الأستاذ والمعلم والطالب فيها، الواحد بقول أنا كيف بدي ألزم الناس بالصلاة؟ لا مش هيك القضية، القضية أنا ممكن مش على وجه الإلزام لكن على وجه التشجيع، في علامات الدين، في علامات النشاط، في التوجيه، في الكلام. أنا لازم المجتمع بمؤسساته بالوزارات والمؤسسات والإعلام يحرص على تدين الطلاب. يا أخوانا قضية الالتزام في الصلاة وتربية الناس عليها مش إشي عيب، ومش قضية بس حرية شخصية دشر الناس، لا أنا بدي أدشر الناس، مش راح أحملهم الكرباج في الآخر، مع أن الدول لازم تلزم، بس مش بدي أحملهم الكرباج، لكن أنا بدي أوجهه وربيه، لما ربيه صغير على هيك بيغلبنيش لما يكبر وبكون صلاته ممتازة وملتزم فيها. فهي أصلا دعوة، يعني ليش فعلا ما نكون في عنا مبادرة إذا كان بيد المدراء أو مديرية التربية أو من خلال الوزارة إنه نعمل مساحة لمن أراد أن يصلي، وبحيث نشجع الطلاب على مثل هذا الكلام، هذا شيء رائع. سؤال هنا بنرجع لموضوع الخطبة، إنه شيخ هذا ممكن يكون آخر سؤال عندنا بنغني فيه، بقول أخوي خطب وبعد فترة طويلة طلق والآن رد خطب والأمور تسير بصعوبة، ما الحل؟ ما في حل سحري، يعني القصة بدنا نعرف وين الخلل. إذا عرفنا وين الخلل نبحث عن المرض، وين الخلل وين المرض وبدنا نعالجه. إذا المشكلة في طريقة تفكير هذا اللي بيسأل أخوي بعشو يعني بنت أو أخ اللي بيسأل أخوي خطب، إذا طريقة تفكير هذا العريس أو هذا الزوج أو هذا الخاطب إنه هو مش عارف يتعامل مع خطيبته، طريقة تفكيره وطريقة تعامله، إذا المشكلة هو بده يعالج حاله بده يراجع حاله، وإذا كان المشكلة في الطرف الآخر بده يراجع طريقة انتقائه، ما الشروط اللي حطها؟ هو أخذ الجمال بس، ولا أخذ السمعة بس، ولا أخذ النسب بس، ولا أخذ المال بس، ولا أخذ الدين بس، بده يعرف شو السبب وشو الآلية. وعشان هيك أنا بقول مثل هذه الحالات إنه إحنا بنعمل خطبة شرعية، يقعدوا مع بعض يتفاهموا مع بعض، يدوروا على شخصيات بعض في البداية في الأسئلة اللي حكينا عنها المرة الماضية في الحلقة الماضية، كيف شو الأسئلة اللي ممكن تنطرح في موضوع الخطبة. إذا بنشوفنا الأمور مناسب بنكمل، مش مناسب بنروحش للطلاق، يعني بنفسخ الموضوع إذا كان الأمور مش مناسب بدون ما حاجة لا طلاق ولا معاكم ولا غيره، خلص فسخ عادي، أنت عند أهلك وأنا عند أهلي. إذا إحنا بنقول هذا هون ما بقدر أعطي جواب لهذا السؤال عام، ممكن يكون خلل عند الأخ بده مراجعة لذاته ونفسه كيف بتعامل مع 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 خطيبته، كيف هو بفكر، ممكن يكون الخلل عند أهله، ممكن يكون خلل عند أهلها، ممكن يكون خلل بالبنت، كل حالة وإلها حالتها الخاصة اللي ممكن إحنا نتعامل معها. الوقت أدركنا والأسئلة كثيرة، إن شاء الله عز وجل يعني نكملها في اللقاء القادم، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات أصق أف أم من خلال تلفزيون الفجر وإذاعة الفجر أف أم. نشكرهم على أن أتاحوا لنا مثل هذا اللقاء معكم إخواني المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. للقاء آخر أترككم في أمان الله، هذا محدثكم الشيخ عمر مناع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سؤال ومتحير
بالك مشغول وتعبان، انا عندي الحل لما تفكر اسألنا انت السؤال، راح نرد عليك والجواب بايديك، عالله صحاب عنا عالفجر افهمك.